أهلا بكم. البداية مع ماراثون دبي الذي سجل هذا العام أرقاما عالمية مميزة في نسخته 15 ليحتل المرتبة الأولى عالميا من حيث قيمة الجوائز التي بلغت نحو $1,000,000، والمرتبة الثانية عالميا كأسرع سباق بعد برلين بحسب التصنيف الذي أصدره الاتحاد الدولي للماراثونات من بين 37 ماراثونا عالميا، متفوقا بذلك على ماراثون روتردام وشيكاغو ولندن. وجاء التصنيف من حيث معدل السرعة ومن حيث التنظيم والمشاركة.